اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات في فيديو جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. Today ان شاء الله we will learn how to add and subtract algebraic expressions. هنبدا مع بعضينا بالاديشن. لو انا عندي two algebraic expressions، ادي algebraic expression وادي another algebraic expression، وعايز اعمل لهم addition، ايه الطرق اللي عندي اللي انا اقدر اعمل بيها addition ليهم؟ عندي two popular ways. عندي ال vertical way وعندي ال horizontal way. ال vertical way ان انا باخد ال two expressions دول بعمل لهم arrangement، وبعد ما اعمل لهم arrangement حسب ال variables اللي هم موجودين في ال expression، وبعد كده بحطهم فوق بعض واعمل ال addition. ال horizontal way بكتبها كلها، بعمل اعادة تجميع للكوفيشنت اللي موجودة قدام كل فاريابل وبتتحل في سطر واحد. هنشرح الطريقتين وناخد عليهم اكتر من اكزامبل، بحيث ان اللي يحب يحل بالفيرتيكال واي يحل، واللي يحل بالهوريزونتال واي ايه يحل. طيب يلا بينا نبدأ نحل الاكسبريشن ده بالايه، بالفيرتيكال واي. هنكتب اول اكسبريشن 5a minus 7 b plus 3. الاكسبريشن الثاني انا هكتبه تحتيه بالظبط، بس هراعي بقى حاجه، هراعي الاوردر. يعني هو هنا بادئ بايه؟ ب 2b. طب انا عندي هنا b مش في الاول، الايه هي اللي فين؟ اللي في الاول. يبقى اخد الايه، الفاريبل ايه، احطه فين؟ في الاول. هنا عندي الفاريبل ايه، ما ينفعش تاخد تكتب ايه، لا انا باخد الفاريبل بالكوفيشنت بتاعه. الكوفيشنت عندي هنا از نيجاتيف 1، يبقى انا عندي ما هكتب هنا هكتب نيجاتيف A، وبعد كده هكتب البي. البي عندي 2، ما ينفعش اكتب 2 بي، ما ينفعش تعمل لي كده 2 بي، لا لازم اكتبها قدامها الايه، بلس 2 بي، لان هي عندي از بوزيتيف. وبعد كده الابسولوت تيرم عندي ما تقوليش 1، لا نيجاتيف 1، لان هنا الساين بتاعته از ايه، از نيجاتيف. يبقى عندي هنا نيجاتيف 1. يبقى انا كده حطيت التو اكسبريشنز فوق بعضيهم، وبعد كده ابتدي اعمل عمليه الايه، الاديشن. 5a بلس نيجاتيف a، يعني دي خد بالك دي 5a، هنا نيجاتيف نيجاتيف 1، يبقى 5 ماينس ال 1 يبقى عندي 4a. هنا نيجاتيف 7b وبلس 2b هيبقى نيجاتيف 5b. هنا بلس 3 ونيجاتيف 1 هيبقى بلس ايه، بلس 2. طيب هنيجي نشوف بعد كده الهوريزونتال واي. الهوريزونتال واي هتبقى اسهل كتير جدا في المسائل الطويله، يعني هنا مش هتبان لك يعني سهوله الهوريزونتال واي. هنا هنعمل ايه، انت عندك كام فاريبل، عندك A وعندك B وعندك الابسولوت تيرم، يبقى طالما يبقى عندك 3، يبقى هنعمل 3 براكتس. طيب هتعمل، هنحل ازاي؟ اول فاريبل A تكتبه، هتكتب اول فاريبل A، وبعد كده تفتح ايه، تفتح براكت على طول، وتلم الكوفيشنت اللي مع الايه بعينك. انت هنا في ايه، في 5 تكتبها، تمشي بعينك على الاكسبريشن الثاني، لقيت ايه نيجاتيف 1 اكتبه نيجاتيف 1. خلصنا نقفل، وهتكتب بلس والكوفيشنت الايه الثاني على طول، هتكتب بلس، يعني البلس دي هتتكتب دائما وابدا بعد ما ايه، بعد ما تقفل الايه البراكت. يبقى بلس وتكتب الفاريبل الثاني بلس بي وتفتح براكت، لم اللي مع البي، هتبص على البي هنا هتلاقي عندك ايه نيجاتيف 7 نكتبها، امشي بعيني ابص الاقي الاكسبريشن الثاني فيه عندي 2 نكتبها، بس اكتبها ازاي؟ ما تكتبيش، ما حدش يعمل لي 2 كده، لا ازاي، لازم تحط بيها الساين، الساين بتاعتها بوزيتيف، يبقى ايه بلس. واقفل بعد كده الايه البراكت، انا خلصت عندي الابسولوت تير، بعد ما تقفل تحط على طول بلس، قفلت حط على طول بلس، وافتح براكت تاني، الم الابسولوت تيرمز اللي عندي، الاقي مين هنا، الاقي بلس 3 اكتب بلس 3، امشي بعيني الاقي نيجاتيف 1 اكتب نيجاتيف ايه، نيجاتيف 1. يبقى انا كده المساله يعتبر خلصت في ايه، في سطر واحد. تعالى هنا بقى 5 ماينس 1 يديني 4، ما تكتبليش بقى ايه 4، احنا بنكتب دايما الكوفيشنت قبل الفاريبل، يبقى دي 4a. نيجي هنا نيجاتيف 7 بلس 2 يبقى نيجاتيف 5، ما تقوليش بقى
بي نيجاتيف 5، لا تكتب نيجاتيف 5 بي. وهنا عندك بلس 3 ماينس 1 دي بلس 2، يبقى هنكتب على طول بلس ايه؟ بلس 2. ان شاء الله مع المسائل الطويله هيبان لك قد ايه ان الهوريزونتال واي اسهل بكتير من الفيرتيكال واي. في ناس كتير بتعتقد ان الفيرتيكال واي اسهل، لا هي مش اسهل، لان في مسائل هتلاقي فاريبلز از ميسنج، هتضطر تسيب مكانها فاضي. في الهوريزونتال واي ما بعملش الحكايه دي. نيجي نشوف انذر اكزامبل. Add the following expressions. ادي عندي expression، عندي 3 expressions. تعالوا نبدا بالفيرتيكال ايه، بالفيرتيكال واي. في الفيرتيكال واي هكتب اول expression زي ما هو 3x باور 3 نيجاتيف 4x باور 2 بلس 2x نيجاتيف الايه؟ نيجاتيف 1. نيجي لتاني expression، عندي 5x سكوير نيجاتيف 2x باور 3 بلس 3. نيجي نبص هنا هتلاقي عندك مين؟ 5x سكوير. طيب يبقى انا عندي الاكس سكوير اهو، يبقى الاكس سكوير هنحطه تحت الاكس سكوير. هنا الساين عندي از بوزيتيف 5 بلس 5، يبقى هكتب هنا بلس 5x سكوير. عندي هنا نيجاتيف 2x باور 3، لما اجي اكتب هنا هكتب نيجاتيف 2x باور 3. اهم حاجه وانت بتكتب الاكسبريشن تكتب الايه؟ الساين بتاعت الترم. يبقى ما تكتبش الترم دايما بوزيتيف، لا تاخد بالك الترم اللي الساين بتاعته نيجاتيف تكتبه الساين بتاعته نيجاتيف. طيب نيجي هنا عندي الابسولوت ترم بلس 3، يبقى اكتب هنا الابسولوت ترم تحت الابسولوت ترم، هنا بلس ايه؟ بلس 3. طب هنا الاكس مفيش تحتيها حاجه، يعني لما اجي اعمل اديشن اكني بعمل اديشن على زيرو. طيب نيجي هنا تالت اكسبريشن، بادئ عندي بالابسولوت تيرم 2 اللي هي بلس 2، يبقى اكتب هنا بلس ايه؟ بلس 2. طيب نيجي بعد كده عندي نيجاتيف 3x، يبقى اجي عندي الاكس هنا واكتب نيجاتيف 3x. طيب هنا بلس اكس سكوير، يبقى هنا بلس اكس سكوير. تمام، ونعمل الايه؟ الاديشن بتاعنا. طيب هنا 3 نيجاتيف 2 يبقى ب 1، 1 ايه؟ اكس باور 3، يبقى عندي هنا اكس تو ذا باور ايه؟ 3. نيجي هنا الاكس سكوير نعمل لها اديشن، نيجاتيف 4 بلس 5 يبقى يديني بلس 1 بلس بلس انذر 1 يبقى بلس 2، يبقى هنا عندي بلس 2 اكس ايه؟ اكس سكوير. طيب هنا بلس 2 هنا ما فيش حاجه، هنا 0 بلس 2 نيجاتيف 3 يبقى نيجاتيف 1 اكس اللي هي نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف اكس. نيجي هنا نيجاتيف 1 بلس 3 يبقى بلس 2 بلس انذر 2 از بلس ايه؟ بلس 4. يبقى هي دي الايه؟ الفيرتيكال واي. بتعمل ايه؟ بتحط الاكسبريشنز تحت بعضيها وبتحط اللايك تيرمز زي بعضيها. عشان كده احنا في ليسن 2 خدنا اللايك تيرم. وليه ليه اداك لايك ليسن اسمه اللايك تيرمز؟ عشان تعرف انت بعد كده لما تيجي تعمل اديشن تحط اللايك تيرمز تحت ايه؟ تحت بعضيهم. طيب تعال نشوف الهوريزونتال واي. هنا هيبان لك قد ايه الهوريزونتال واي اسهل من الفيرتيكال واي في حاجات زي كده بقى. طيب انت هنا دخلت على الايه؟ على المساله، لقيت هنا اكس باور ايه؟ 3، يبقى انا عرفت ان انا عندي فاريبل اكس باور 3، يبقى على طول تعمل اكس باور 3 وتفتح براكت. طيب وتمشي بعينك في كل الاكسبريشنز، كل اللي مع كل الكوفيشنت اللي مع الاكس باور 3 تحطها عندك هنا على طول. هنا لقيت مين؟ 3 نكتبها خلاص، خلص الاكسبريشن ده، خش على الثاني، امشي بعيني، ادي عندي اكس باور 3 الكوفيشنت عندي ايه؟ نيجاتيف 2، اكتبها نيجاتيف 2. امشي هنا في عندي اكس باور 3 مفيش، يبقى خلاص نقفل. وبعد ما تقفل على طول تحط لي بلس، اول ما تقفل تكتب بلس. بعد كده نكتب الفاريبل الثاني اللي بعديه مين هو؟ اكس باور 2 وافتح براكت على طول، خد الكوفيشنت اللي معايا، عندي مين هنا؟ نيجاتيف 4 اكتبها. امشي بعيني الاقي هنا مين؟ الاقي 5 اكتبها بلس 5. امشي هنا بعيني الاقي مين؟ هنا عندي بلس 1 اكتبه. نقفل، بعد ما تقفل تحط على طول بلس، واكتب الفاريبل اللي بعده مين؟ اكس، اكتب الاكس، افتح براكت، عندي هنا مين؟ عندي 2 اكتب 2.
امشي هنا في عندي اكس ما فيش خلاص سيبها، امشي هنا الاقي مين الاقي نيجاتيف 3 اكتب نيجاتيف 3 اقفل. قفلت اول ما تقفل تعمل ايه؟ تحط بلس. مين عندي بقى اللي هيكتب بعد كده الكوفيشنت اللي هي الابسولوت تيرمز؟ خلاص يبقى افتح بقى براكت على طول والم الابسولوت تيرمز اللي هي نيجاتيف 1 عندي هنا، عندي هنا بلس 3 وعندي هنا بلس 2. تمام، تعال نشوف بقى هتيكوال معايا ايه. 3 ماينس 2 يبقى ب 1 يبقى 1 اكس باور 3. نيجي هنا نيجاتيف 4 بلس 5 يبقى بلس 1 بلس انذر 1 از بلس 2 يبقى بلس 2 اكس سكوير. نيجي هنا دي اكنها نيجاتيف اكس، هنا الابسولوت تيرم نيجاتيف 1 بلس 5 يبقى بلس ايه؟ بلس 4. زي ما انت شايف دي اتحلت معاك في سطر، دي اتحلت معاك يعني خايف منك شوية مجهود. الواي اللي انت تفضلها او الطريقة اللي انت شايف اللي انت هتقدر تحل بيها صح ومش هتغلط، حل ايه؟ حل بيها. وكده كده احنا بقية الليسونز هنشتغل على الطريقتين والطريقة الافضل ليك حل بيها. Another example. Add 4x square minus 3xy plus y square and this expression. Then find the numerical value of the result when x equal negative 2 and y equal 1. يعني بعد ما تخلص هتعمل substitution بالx equal negative 2 والy equal 1. اول way عندي اللي هي الهوريزونتال way اللي هنكتبها على just one step والحل في الستيب اللي بعديها على طول. نيجي هنا نبص نلاقي عندي مين؟ عندي 3 terms ب 3 variables، عندي x square، عندي xy، عندي y a square. يعني معنى كده ان هيكون عندي 3 brackets. طيب اول bracket عندي هعمله هكتب x square وافتح عندي براكت لم الكوفيشنت اللي مع الاكس سكوير، عندي هنا 4 عندي هنا نيجاتيف 3، اقفل حط بلس على طول، اكتب الفاريبلز اللي في الترم الثاني اللي هي اكس واي، افتح براكت هلم الكوفيشنت اللي مع الاكس واي، عندي هنا نيجاتيف 3 اكتب نيجاتيف 3، امشي هنا بعيني الاقي هنا عندي 3 اكتب بلس ايه؟ بلس 3، اقفل حط بلس على طول. الفاريبل الاخير اللي هو y سكوير، افتح على طول البراكت هلم عندي الكوفيشنت اللي معايا، عندي هنا مين؟ عندي بوزيتيف 1 يبقى اكتب 1، عندي هنا مين؟ عندي بوزيتيف 2 اكتب بوزيتيف ايه؟ بوزيتيف 2. يبقى دي هتيكوال معايا هنا 4 ماينس 3 ب 1 يبقى x سكوير، هنا عندي ماينس 3 بلس 3 يبقى 0 يبقى خلاص الترم ده كله راح، عندي هنا بلس 1 بلس 2 يبقى 3 يبقى ده بلس 3y سكوير. طيب هو بيقول لي find the value when x equal negative 2 and y equal 1، يبقى then the value when x equal negative 2 and y equal 1 هتيكوال معانا ال x square هتبقى negative 2 all over square، هيبقى عندي plus 3 1 square اللي هتيكوال نيجاتيف 2 سكوير اللي هي 4 بلس 3 تايمز ال 1 is 3، يبقى هيكوال معانا ايه؟ هيكوال معانا 7. تعال نحل بالفيرتيكال واي. في الفيرتيكال واي هكتب اول اكسبريشن عندي 4x سكوير، حاول تبعد شويه، نيجاتيف 3xy هنا بلس y سكوير. طبعا دي سهله بالفيرتيكال واي عشان ما عنديش ايه المساله مش طويله، لما تكون المساله طويله بتبقى الهوريزونتال واي اسهل. هنا عندي الاكسبريشن اللي تحتيه، عندي هنا الاكس سكوير النيجاتيف الكوفيشنت بتاعها از نيجاتيف 3 يبقى نيجاتيف 3 اكس سكوير، عندي هنا هيبقى بلس 3 اكس واي، وبالنسبه للواي سكوير عندي بلس 2 يبقى بلس 2 واي سكوير. بعد كده نعمل الاديشن، 4 ماينس 3 يبقى ب 1 يبقى دي اكس سكوير، هنا نيجاتيف 3 اكس واي بلس 3 اكس واي خلاص بقت 0، وعندي هنا بلس واي سكوير وبلس 2 واي سكوير يبقى كانها بلس 3 واي سكوير، يبقى هتدينا على طول اكس سكوير بلس 3 واي سكوير. ولما تعمل السبستيوشن هيبقى معاك زي ده بالظبط. طيب نيجي على نظر اكزامبل، add عندي 3 expressions
and then find the numerical value of the result when x equal كام x equal 2. هنيجي ناخدها اول حاجه بالهوريزونتال واي. عندي ادي فاريبل انذر فاريبل والايه والابسولوت تيرم. يبقى انا عندي يبقى اكس سكوير اول فاريبل عندي اكس سكوير وبعد كده افتح براكت الم الكوفيشنت اللي معاه. عندي هنا بعيني مين اللي مع الاكس سكوير؟ عندي 3 اكتب ال 3. الناحيه الثانيه مين هنا مع الاكس سكوير؟ عندي ال 5 اكتب بلس ال 5. اجي هنا مين اللي مع الاكس سكوير؟ عندي هنا النيجاتيف 4 اكتب الايه؟ النيجاتيف 4 اقفل احط بلس واكتب الفاريبل الثاني اللي هو مين؟ الاكس اللي عندي. الاكس افتح براكت. هنا مين اللي مع الاكس؟ عندي 2. هنا مين اللي على الاكس؟ عندي بلس 1. هنا في حاجه مع الاكس؟ مفيش. يبقى اقفل واحط بلس وبعد كده مين هيبقى الابسولوت تيرم. افتح البراكت. عندي هنا نيجاتيف 5 عندي هنا بلس 7 عندي هنا نيجاتيف 3. اقفل نشوف بقى. هنا عندي 3 بلس 5 از 8 نيجاتيف 4 يبقى عندي بلس 4 يبقى انا عندي يبقى عندي 4 اكس سكوير. نيجي هنا 2 بلس 1 يبقى 3 يبقى بلس 3 اكس. هنا نيجاتيف 5 ونيجاتيف 3 از نيجاتيف 8 بلس 7 يبقى نيجاتيف 1 يبقى على طول ماينس الايه؟ ماينس ال 1. يبقى هو بقى بعد كده عايز النيوميريكال فاليو هو من اكس ايكوال 2. يبقى هوين اكس ايكوال 2 ده هيليدز 2 هيبقى عندي 4 بعد كده 2 باور 2 بلس 3 تايمز 2 نيجاتيف 1 اللي هو هيكوال 4 تايمز 2 باور 2 ده اللي هي 4. يبقى 4 تايمز 4 ب 16 هيبقى بلس 3 تايمز 2 ب 6 نيجاتيف 1 اللي هي هتيكوال 22 نيجاتيف 1 اللي هي هتيكوال معانا 20 ايه 21. تعال نشوف الفيرتيكال ميثود. هنحط التلاته تحت بعضيهم هيبقى عندي هنا 3x سكوير. هنا النيجاتيف 5 دايما ما تحاولش تكتب الابسولوت تيرم بعديها على طول. اعمل ارينجمنت الاول. بعد الاكس سكوير هيبقى عندي الديجري عندي اكس يبقى هنا بلس 2x وبعد كده نكتب مين النيجاتيف 5. نيجي هنا بعد كده الاكس نكتبها تحت الاكس بالساين بتاعتها هيبقى بلس الاكس. هنا بوزيتيف 5 اكس سكوير يبقى نكتب هنا ب 5 اكس سكوير. البوزيتيف ما تكتبهاش. عندي بلس 7 اكتب هنا بلس ايه؟ بلس 7. بعد كده عندي نيجاتيف 4 اكس باور 2 يبقى نيجاتيف 4 اكس باور 2 معي ما عنديش اي اكس يبقى خلاص اسيبها فاضيه. وبعد كده عندي نيجاتيف 3 اكتبها تحت الابسولوت ايه؟ الابسولوت تيرم. بعد كده نعمل الاديشن 3 بلس 5 is 8 minus 4 يبقى بلس 4 يبقى دي 4x سكوير. هنا 2x بلس x يبقى بلس 3x وعندي هنا نيجاتيف 5 بلس 7 يبقى بوزيتيف 2 minus 3 يبقى minus 1. ولما تيجي تعمل السبستيتيوشن هتبقى نفس دي ايه زي الحته دي بالظبط. تعالوا نعرف مع بعضينا حاجه اسمها الاديتيف انفرس اوف ذا الجبريك اكسبريشن. ايه هو الاديتيف انفرس؟ احنا لما خدنا في الراشنال نمبرز قلنا ان الاديتيف انفرس هو نفس الراشنال نمبر بس بنعمل انفرس للساين. بردك في الالجبريك اكسبريشن هنا هعمل بقى ايه؟ هعمل انفرس لكل التيرمز اللي متكون منها الالجبريك اكسبريشن. يعني انا عندي اكسبريشن اهو الالجبريك اكسبريشن اكس سكوير نيجاتيف 2x بلس 3. لما اقول لك الاديتيف انفرس بتاعه هيكوال ايه؟ الترم ده الانفرس بتاعه هيكون ايه؟ هيبقى نيجاتيف اكس ايه؟ سكوير. طيب الانفرس بتاع الترم ده عندي هنا الترم عندي الساين بتاعته نيجاتيف يبقى عندي هيبقى بوزيتيف 2x. طب الابسولوت ترم عندي بلس 3 يبقى لما اجي انا اشوف الانفرس بتاعه هيبقى نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 3. لما تيجي تبص تلاقي عندك البوزيتيف هنا بقت نيجاتيف النيجاتيف بقت بوزيتيف البوزيتيف بقت ايه؟ بقت نيجاتيف. يبقى ده بنسميه الاديتيف ايه؟ الاديتيف انفرس. نيجي نشوف بقى تاني حاجه عندي في الليسون اللي هو السبتراكشن. السبتراكشن مش هيختلف عن الاديشن غير في ان انت هتعمل انفرس للايه؟ للسكند اكسبريشن اللي انت هتعمل منه الايه؟ السبتراكشن. يعني هو بيقول لك ايه دلوقتي؟ بيقول لك subtract 5x minus 3y plus 2z from 2y minus z plus 7x. هو انت اللي يهمك بقى ايه في subtraction؟ مين اللي هتحطه الاول؟ هو بيقول لك subtract this from this يبقى ده الايه؟ ده الاول. تاخد بالك ده الايه؟ ده الاول. هنا هنحلها الاول هنا vertically وبعد كده نحلها horizontally.
لما هنحل في الفيرتيكال واي فروم ذس يبقى ده هتك ده الاول. حاول دايما تكتب الاكس في الاول في الاكسبريشنز. يبقى انا عندي انا هكتب ال 7 اكس الاول، يبقى عندي 7 اكس بعد كده، بعد كده نكتب الواي وبعد كده نكتب الزد او الزي حسب ما تقولها. عندي هنا بلس 2 واي، هنا نيجاتيف الايه الزد، نيجي هنا 5 اكس زي ما بتعمل اديشن بالظبط، بنحطهم فوق بعضيهم. وهنا عندي نيجاتيف 3 واي، وعندي هنا الايه عندي الزد ببلس ايه بلس 2 زد. طيب احنا بنعمل ايه؟ بنعمل سبتراكشن. في السبتراكشن اول حاجه هعملها ان انا هعمل انفرس لكل الساينز بتاعت الايه الترمز دول. هنا يبقى ال5 ال5 عندي الساين بتاعتها از بوزيتيف، يبقى هكتب ايه هتبقى الساين بتاعتها از ايه از نيجاتيف، وتكتبها ويا ريت تحط لي عليها سيركل كده. هنا عندي النيجاتيف دي هتبقى ايه هتبقى بوزيتيف، وحط لي عليها من فضلك سيركل كده. عندي هنا البوزيتيف هتبقى ايه هتبقى نيجاتيف، ويا ريت تحط لي سيركل كده. يبقى هتيكوال معانا كام؟ اعمل بقى اديشن عادي خالص. يبقى انا عندي هنا 7 اكس ماينس 5 اكس يبقى هتديني 2 اكس. عندي هنا بوزيتيف 2 واي بوزيتيف 3 واي يبقى اكنها بوزيتيف 5 واي. وعندي هنا نيجاتيف زد ونيجاتيف 2 زد يبقى نيجاتيف 3 زد. تمام؟ يبقى كل اللي انت عملته ان انت الاكسبريشن اللي موجود عندك تحت ده عملت انفرس لكل الساين بتاعت الترمز، وبعد كده عملت اديشن عادي خالص. طيب نيجي نشوف الهوريزونتال واي. في الهوريزونتال واي ما تنساش مين الاول. طيب انا عندي اول حاجه عندي اكس، بكتب الاكس وافتح ايه براكت معاها ايه معاها 7. طيب نيجي للترم الثاني بقى للاكسبريشن الثاني. انت عندك هنا 5، لا ما تنزلش بقى ال5، تعمل انفرس وانت بتنزل على طول. يبقى عندك نيجاتيف 5 وبعد كده حط بلس على طول. التاني عندي مين الترم التاني واي، افتح عندك بكتب هنا عندي 2. نيجي هنا في الاكسبريشن ده لقيت مين نيجاتيف 3، لما اجي انزلها بلس 3. ليه؟ عشان انا بعمل سبتراكشن. هنا الكوفيشنت بنزل الانفرس بتاعه وبعد كده بقفل وبحط بلس الزد، افتح عندك براكت هنا الزد معاها نيجاتيف 1، عندي هنا الزد معاها ايه بوزيتيف 2. لما اجي اكتبها هكتب الانفرس مش هكتبها هي، يبقى عندي نيجاتيف ايه نيجاتيف 2. يبقى هي هتيكوال معاك على طول 2x هنا بلس 5y هنا نيجاتيف 3a 3z. تعال ناخد واحده كمان. بيقول لي what is the expression that should be added to this to get this. يعني ايه؟ يعني انت هتعمل اديشن على ده بحاجه يديك ده، يبقى مين الجريتر؟ يبقى هو ده الايه ده الجريتر. دي اهم حته في السبتراكشن، مين اللي هتحطه الاول. اه وات از اكسبريشن ذات شود بي ادد تو ذس، يعني حاجه هعمل لها اديشن على ده يديني ده، يبقى ده عندي الايه الجريتست. نيجي ناخد على طول الهوريزونتال ميثود. هنبدا هنا اخد اول كوفيشنت عندي a تو ذا باور 3، افتح عندك هنا عندي هنا الكوفيشنت عندي اس 4. طب نيجي هنا هل عندي في اي كوفيشن عندي ل 8 باور 3؟ اه في عندي 2، انزل بالانفرس بتاعها يبقى نيجاتيف ايه نيجاتيف ايه نيجاتيف 2. نيجي هنا نبص بعد كده هل في عندي 7 ايه عندي الفاريبل الثاني اللي هو ايه، يبقى اكتب بلس الايه افتح عندي براكت احط النيجاتيف 7. هل عندي هنا حاجه مع ايه؟ مفيش ايه خالص، يبقى خلاص اقفل. عندي بعد كده الابسولوت تيرم اللي هو بلس الابسولوت تيرم عندي هنا اس 5. طب عندي هنا ابسولوت تيرم اه عندي ال 8، يبقى انزل بالانفرس بتاعها نيجاتيف الايه نيجاتيف ال 8. طيب نيجي تلاحظ بقى ايه اللي انت ما خدتش انت نيجاتيف 3 اي تو باور 2. على طول لما اجي انزلها بالانفرس يبقى بلس 3 اي تو باور 2. تعلم عندي هنا يبقى انا عندي هنا 2 اي تو باور 3، اكتب بعد كده الديجري اللي بعد كده يبقى عندي بلس 3 اي تو ذا باور 2، بعد كده هيبقى نيجاتيف 7 a وهنا هيبقى نيجاتيف a نيجاتيف 3. تعال نحلها فيرتيكالي. هكتب ده في الاول هيبقى عندي 4 a تو ذا باور a باور 3. خد بالك بقى وانا بحلها فيرتيكالي وانا بكتب الاكسبريشن، طب انت عندك ايه هنا باور 3؟ طب عندك في الاكسبريشن ايه باور 2؟ لا، يبقى سيب مكانه فاضي
هسيب حته فاضيه هنا. طيب بعد كده عندي ايه؟ عندي ايه تو ذا باور 1 اللي هي نيجاتيف 7، يبقى نيجاتيف 7 اي. وعندي بعد كده الابسولوت تيرمز ايه از بلس 5، يبقى اكتب بلس ايه بلس ال 5. طب نيجي نشوف هنا الاكسبريشن اللي بعده، ابتدي احطهم تحت بعضيهم. عندي 2 اي تو ذا باور 3 احطها هنا 2 اي تو ذا باور 3. عندي نيجاتيف 3 اي تو ذا باور 2 نحطها في المكان اللي كان هيتحط فيه اي تو ذا باور 2، يبقى نيجاتيف 3 اي تو ذا باور 2. ما عنديش اي حاجه في مع الفاريبل اي، عندي الابسولوت تيرم از بلس بلس الاي بلس ال8. تعالى اعمل انفرس لكل الساينز، ال2 عندي دي بالبلس هتبقى ماينس، عندي الماينس دي تحولها بلس، البلس دي تبقى ايه؟ تبقى ماينس، ويا ريت تحط عليها سيركل عشان ما تتلخبطش. يبقى هتيكوال معانا 4 ماينس ال2، يبقى عندي 2a تو ذا باور 3 هنا اكنها 0 بلس 3a تو ذا باور 2، انا بعمل اكن اديشن عادي خالص، يبقى بلس 3 a to the power 2. عندي negative 7 a تنزل يبقى negative 7 a. عندي هنا plus 5 minus 8 يبقى minus a minus 3. What is the increase of this term than the sum of this and this؟ خد بالك يعني في الاول هتعمل summation للترم ده plus الترم ده، وبعد كده بيقول لك what is the increase of this than the sum. What is the increase of this؟ يعني معنى كده ان الترم ده is greater than the sum of these a two terms. يبقى هنعمل addition للتو terms دول، للتو expressions دول، وبعد كده نعمل لهم subtraction from this a this term. طيب نيجي نعملها horizontally، نعمل summation الاول. انا عندي هنا a square، يبقى عندي a square افتح براكت، عندي هنا 2، عندي هنا حاجه مع ال a square، عندي هنا 1، يبقى عندي plus a plus 1. بعد كده عندي ال AB يبقى بلس AB افتح براكت، عندي هنا معها نيجاتيف 3، هنا معها مين؟ معها بلس 1، اقفل اعمل بلس ال B سكوير افتح براكت، معها هنا 1، معها هنا ايه؟ معها هنا بلس 2. يبقى السمشن عندي هيكوال ايه؟ 3A سكوير، عندي هنا نيجاتيف 2AB، عندي هنا بلس 3 بي سكوير. يبقى انا كده عملت السميشن بتاع التو اكسبريشنز دول. بعد كده بيقول لي وات از ذا انكريز اوف ذيس ذان ذيس، يبقى ده اللي هيتكتب عندي الاول. يبقى عندي هكتب الاي سكوير، الكوفيشنت اللي معايا عندي 3. طيب هنا بقى الكوفيشنت عندي ايه؟ 3، بس لما اجي اكتبه اكتب الانفرس بتاعه لان انا بعمل سبتراكشن، يبقى نيجاتيف ايه؟ 3. وبعد كده اكتب بلس على طول الاي بي وافتح براكت، عندي هنا ايه معاه؟ معاه 2، يبقى اكتب هنا 2. عندي هنا معاه ايه؟ معاه نيجاتيف 2، خد بالك دي نيجاتيف 2، لما اجي انزل انزل بالانفرس اللي هو بلس 2، يبقى عندي هنا بلس ايه؟ بلس 2. اقفل بعد كده احط بلس على طول واكتب الايه؟ الفاريبل اللي هو بي سكوير. معايا هنا مين؟ عندي هنا نيجاتيف 4. معايا هنا مين؟ معايا هنا بلس 3، تنزل نيجاتيف 3 نيجاتيف 3 اللي هي هتيكوال معايا على طول. هنا طبعا 3 ماينس 3 از 0، يبقى كده will be cancelled out. وعندي هنا ال AB عندي 2 plus 2 is 4، يبقى 4 AB. وعندي هنا هيبقى negative 7 B square. تعال نحلها vertically، هنعمل summation لل A للاثنين دول الأول اللي هو عندي 2 A square negative 3 AB plus B square، وعندي هنا هيبقى 2 بي سكوير اي سكوير بلس اي بي اللي هي هتديني 3 اي سكوير، هنا نيجاتيف 2 اي بي بلس 3 بي سكوير. وبعد كده هعمل سبتراكشن للترم ده، هيبقى ماينس السميشن، يبقى عندي 3 a سكوير ماينس 4 b سكوير بلس 2 b سكوير بلس 2 a b، يبقى عندي بلس 2 a b ماينس ال 4 b سكوير.
هحط تحتيها بقى الايه الاكسبريشن ده اللي هو 3a سكوير نيجاتيف 2ab بلس 3b سكوير. انا بعمل سبتراكشن يبقى هجيب انفرس لكل الايه لكل التيرمز. يبقى انا عندي البوست دي هتبقى عندي نيجاتيف والنيجاتيف دي عندي هتبقى بوزيتيف والبوست دي هتبقى ايه تبقى نيجاتيف. وابتدي اعمل اديشن مع الساينز الجديده يبقى هتيكوال معايا هنا 3a سكوير بلس نيجاتيف 3 سكوير يبقى ده خلاص هيكنسل ده على طول. يبقى انا عندي هنا 2ab بلس 2ab يبقى عندي 4ab وعندي هنا نيجاتيف 4b سكوير ونيجاتيف 3b سكوير يبقى نيجاتيف 7b سكوير. يبقى كده احنا حليناها فيرتيكالي وهوريزونتالي. لو خدت بالك هتلاقي ان الهوريزونتال واي بتبقى اسهل في الاديشن والفيرتيكال واي بتبقى اسهل معاك فين في السبتراكشن. فانا ارشح لك ان انت لما تيجي تشتغل عود نفسك وانت بتعمل سبتراكشن تعملها فيرتيكالي بالطريقه دي ايه فوق بعضها، ولما تيجي تشتغل في الاديشن اشتغل بالهوريزونتال ايه بالهوريزونتال واي. كده ان شاء الله يبقى احنا خلصنا ليسون 3. يا رب تكونوا فهمتوا كويس. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان تتابعوا معانا بقية فيديوهات المنهج ان شاء الله.